اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامج اخطبك لنفسي. احبائي، الطفل هو الوزنه اللي ربنا بيديها لكل اسره، علشان في الاخر هيسالهم على الوزنه دي. انا اديتك وزنه، يا ترى انت عملت فيها ايه؟ احنا اتكلمنا في حلقه سابقه قبل كده، اتكلمنا عن الاطفال عامه من سن سنه لست سنين. هنكمل معاكم النهارده برضو الاطفال من سن بعد كده، من سن 5 سنين لست سنين، 5 سنين لغايه 12 سنة تقريبا، اللي هو سن دخول المدارس. وده أنا متأكدة أنه برضو في كتير منكم عنده أسئلة عليه، لأنه الطفل برضو في الفترة دي بيبتدي يشوف المجتمع الخارجي. يعني بعد ما كان هو في البيت، وزي ما قلت سابونا لنا المرة اللي فاتت بابا وماما وأنا، هيبتدي بعد كده يشوف بابا وماما وأنا وأشخاص آخرين، أطفال زيي أو ناس تانية مختلفة. فخليني أرحب برضو في الأول بقدس أبونا بيمن كامل، كاهن كنيسة ماريمينا ميلانو إيطاليا، وبرضو أبونا كان سايكاتريك قبل الكهنوت، وكان في تخصص الصحة النفسية في جامعة اسكندرية. أهلا وسهلا أبونا. ربنا يبارك فيك. أبونا، خلينا نبتدي الأول بسؤال أنا حابة أبتدي بيه، اللي هو علاقة الطفل بالكنيسة، أبتدي أزرعها فيه إمتى؟ أنت قدسك برضو في الحلقة قبل كده قلت لنا إنه هي بتبتدي من قبل كده بكتير، من قبل حتى ما نفكر نجيب طفلنا. إحنا نفسنا بنزرع في نفسنا حب ربنا وبنصلي من أجل طفلنا دوت، فبالتالي علاقة الطفل بالكنيسة بتبتدي من بدري قوي. بس علاقة الطفل برضو بالكنيسة، هو علاقته بربنا تبتدي إمتى؟ هو طبعا من الأيام الأولى، زي ما قلت قبل كده، وهو جنين لما يسمع ألحان أو يسمع ترانيم أو يسمع قداسات بلا شك بينعكس. نمرة اتنين، الأوضة اللي هو نايم فيها على السرير وشايف صورة ست العذراء وصورة الرب المجد يسوع، وشايف صورة البابا كرولوس السادس، وشايف صورة البابا شنودة الثالث، البعض يعتقد أنه مش واخد باله. لا، ده هو بيكون صور ذهنية جوه عقله. بيشوف بابا، بيكون صورة ذهنية لبابا، فلما يجي يشوف بابا بعد شوية بيعرفوا ان ده بابا. عرفوا منين؟ لان في صورة لبابا جوه العقل وجوه الذاكرة. شاف ماما يعرف انها ماما، شاف داليا فيعرف ان دي داليا، لان في صورة لداليا عنده. ولو شاف حد شبه داليا قالك دي شبه داليا، لان شبه الصورة الذهنية اللي موجودة في الذهن عنده. فاذا حطينا صور لعيبة كورة وصور ممثلين في الأوضة اللي هو نايم فيها، هتكون صور ذهنيه للعالم. لكن لو حطينا صور دينيه في الاوضه اللي هو نايم فيها، وصوت الحان وترانيم وجو روحي، بلا شك دي بينعكس في تكوين تربوي سليم للطفل من غير ما احنا بنحس. ففي زرع غير مباشر، اندايركت ميثودز، في تربيه الاولاد. نمره اتنين، الكنيسه بتاعتنا في جمالها الروحي بيسموها صلاه الحميم، ان ابونا يروح البيت ويحمي الطفل، والأسرة بتحتفظ بالصور دي للأطفال، وتقول له يا حبيبي ده أبونا اللي حماك. أنا فاكر لما سبت مصر ورحت إيطاليا، يعني أقول لك بعد مثلا 20 سنة بزور مصر مثلا، فتيجي واحدة تقول لي يا أبونا يا حبيبتي أسك اللي عمدتني، وتجيب لي صورة المعمودية. هي طبعا مش فاكرة ان انت اللي عمدتها غير من الصور، مش فاكراني يعني. لكن في صورة مامتها قالت لها على فكرة ابونا فلان هو اللي عمدك، فجابها لي الصورة بتفتخر عشان تشوفني تعرفني بيها انا، انت اللي عمدتني او انت اللي عملت لي صلاة الحميم اللي موجودة. عشان كده في الجزئية دي انصح ما نصورش الاطفال هم عراه ونظهر الصور دي، عشان الطفل ما يخجلش من نفسه، لكن نخلي صور تانية مش عراه عشان يقدروا يفتخروا بيها ويوروها لابونا لما يكبر. فبرضو الطفل لما بنعمده في سن صغير وبنمارس معه عدة أسرار، منهم الأسرار السبعة كلهم، لما يجي النهاردة مثلا ناخده نعمده، وفي المعمودية بعدها ياخد سر الميرون، وبعد الميرون يتناول، وده بال حضرتك، وبعد المناول لما هتعامل مع الكهنوت، يعني مين هيعمده ومين هيمسحه بالميرون ومين هيناوله؟ ما أبونا الكاهن. فبيشعر ان الكنيسه قريبه منه، بيكون صور ذهنيه لكل الامور دي كلها. وبعد كده بيروح الكنيسه، يخش الكنيسه، اصبح ريحه البخور موجوده، صوره الهيكل موجوده، حامل الايقونات، منظر كل اللي في الكنيسه دولت، فبيكون صور ذهنيه دي بتنعكس. حتى حلو ان احنا نفهمه انه القديسين دول اصدقاء بابا كرولوس، يقول بابا كرولوس، يقول لنا بابا كرولوس، مش مهم النطق، مش هتفرق معانا، لكن عارف ان اسمه بابا كرولوس. وبرده لما في قنوات فضائيه زي لوجوس او سي تي في،
فالنهارده الولاد بيشوفونا في واحنا قاعدين كده، بيشوف ابونا، ابونا اهو، فخلاص ده صوره ذهنيه اتكونت عند الطفل. فدي نقط مهمه. بس انا انصح برضو في حاجه هنا لما نيجي نناول الاطفال. كنت لسه هقول لك فعلا يا ابونا، لانه بنشوف ان الاطفال بتخاف من ممكن يبقى طبيعي ان الولد يخاف، لكن ممكن عاوزه حاجتين. عاوزه حاجه من الاب والام، ان الام ما تصرش ان ياخد الجسد بالراحه عليه خالص، وما تستخدمش لغه الشخط ولا النطر ولا الضرب ولا الضرب ولا حاجه خالص. ونرجو من الجماعه المساعدين اللي حواليها ان ما حدش يكتفه ولا حد يمسحها يفتح له بقه بالعافيه، لانها سبب له مشكله مع الزمن. لكن ممكن ابونا يعمل ايه؟ يناول ام قدامه. يعني يبدا بالام الاول لحد الولد ما يهدى فيطمن ايه اللي بتاخده ماما دي، او نناول اكتر من شخصيه قدامه خاصه لو كانوا اطفال عشان يبدا يرتاح للحكايه دي. فشوفي بقى قد ايه كل ده بيتزرع في حياه الطفل، المناوله، طريقه المناوله، اسلوب المناوله، لمسات ابونا وضحكه ابونا ليه. يعني في كتير جدا من الاطفال لما بيقابلوني بقول له انت صاحبي، مش انت صاحبي برضه؟ يقول طبعا. فاصبحنا احنا بقينا اصحاب. طيب في برضو سن الحفظ عند الاطفال يا ابونا، يعني امتى غير ان هو يتعلم ان هو يروح الكنيسه ويحب قديسين الكنيسه، امتى الطفل نبتدي نحفظه او ما يبقاش كتير على الميموري بتاعته ان هو يحفظ حاجات الكنيسه، الحان الكنيسه وايات من الكتاب المقدس، ما تبقاش ساعات يعني الاباء بيشفقوا على اولادهم ان هو بيقول كفايه مثلا الهوم وورك اللي عنده في السكول. فامتى ابتدي احفظ طفلي ايات من الكتاب المقدس او اعلمه قصه من الكتاب المقدس، عند سن ايه تقريبا؟ وممكن اقسم الحفظ هنا الى مرحلتين. المرحلة الغير مباشرة والحاجات البسيطة اللي ممكن الولد ياخدها، زي مثلا نديله رسم الصليب مثلا هو صغير، ممكن نديله جزئية بسيطة جدا من أبانا الذي، ممكن نديله صور يلونها. عند سن تقريبا كم سنة؟ تقريبا هو صغير، لما ما يقدر، لما ما يقدر يمسك القلم ويلون نديله. وممكن نعلمه نمسك ايديه كده نقول ارشم الصليب باسم الآب والابن والروح القدس، على قد ما يستقبل يستقبل، واللي قدر ياخده ياخده وبالراحة خالص بدون أي استعجال للعامل الزمن. أما في سن معينة بقى الأمور الإيمانية والعقائدية دي مهمة جدا إن ياخدها في سن 7 و8 سنين. عشان كده تلاقي حتى في على مستوى التعليم العام العادي في المدارس العادية في كل العالم على فكرة، يعني حفظوا جدول الضرب إمتى؟ في سن 7 سنين. فيرست جريد. يقسموا جدول الضرب على سنتين، على مرة، على يقسموه بالنص يعني. نص ياخده في 7 سنين ونص ياخده في 8 سنين. اشمعنى في السن دي علموا جدول الضرب؟ لان اللي يدخل في السن دي بيدوله الثوابت اللي يستخدمها مدى الحياة. فجدول الضرب اللي يستخدمه مدى حياته فيدهوله في السن دي. فاحنا عاوزين نحفظ قانون الايمان، ابتدي احفظه. ونعظمك يا ام النور الحقيقي وابانا الذي في السماوات، وده بقى حضرتك هنبدا من قبل كده. لكن لازم في السن دي نتاكد ان الثوابت الايمانيه والعقائديه اخذها الولد لحد سن 8 سنين. دي مهمه يعني جدا. علشان كده بنبتدي نقول برضو بياخدنا السؤال تاني، ان هو ده السن اللي بنبتدي ندخل فيه طفلنا المدارس، لانه احنا متاكدين ان هو ده السن اللي هيبتدي يحفظ فيه وتثبت الثوابت دي في 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 في, في دماغه، مش كده؟ وطبعا في سن الحضانه اللي ماما ستودناه عنده سنه عشان ظروف شغلها يعني، وبيقعد في الحضانة أو بيحتك بمجتمع غريب، بيسمع لغة بتاعت البلد، كل ده ما بيضيعش، لكن ده كويس، ده بيخليه سوشيال برضه. دي حاجة نقطة يعني مهمة، يشوف ناس جداد بيسمع لغة من أصلها، من مثلا لو في أمريكا بيسمع اللغة الأمريكية كما باللكنة الأمريكية، لو في إيطاليا بيسمع إيطالي من ناس طالعين أو إنجليز حسب الموجودين يعني. لكن ما نستعجلش إن هو يقرأ وما نستعجلش إنه يكتب. عشان كده في المدارس المتطورة جدا ما يهتموش يعلموه كلمات، لكن ممكن يسيبوه براحته خالص، يديله حاجات يلونها، وعاوز ينام ينام. لكن من سن 5 6 سنين يا سن الاستقلال، يعني ممكن يستقل عن الاسره ويقعد فتره زمنيه طويله وما ينامش في الفصل. مش نحط له سرير بقى جنب التخت عشان يحب ينام يخش ينام، لكن في الحضانه ممكن نعمل له كده، لان ممكن يقعد ويقعد عنده تركيز لمده 30 دقيقه او 35 دقيقه يركز في حصه. زائد يبقى عنده قدره على الامساك بالقلم، يعني يمسك القلم وكويس. فاكره زمان مسكنا القلم لاول مره كنا نكسر السن بتاعه في الاول ونخرم الورقه، لانه مش متعلمين التحكم في القلم. شويه شويه اتحكمنا في القلم والخط بيتحسن. كنا نعمل الف نص متر
وبعد كده بقى تقصر تقصر وكده. صح يا ابني. برضو بنعلم عن طريق الصور، يعني نديله صورة سعاد تلعب بالكرة، نجيب له سعاد وهي بتلعب بالكرة، نقول له ايوه. مثلا بابا يسوع فنجيب له صورة بابا يسوع، ماري مرقص يبقى يشوف صورة ماري مرقص. فالتعلم عن طريق الصور بعد كده بيبدأ يتنقل من مرحلة لمرحلة لحد ما يوصل للتطور في التعليم. في نقطة بتتعب آباء وأمهات كتير، إن هو مثلا تبقى عارفين أسرة تانية عندهم سن في نفس سن طفلي، وابنهم مثلا متقدم في الدراسة، يعني مثلا بيروح المدرسة وبيقدر يكتب وبيقدر يحفظ، واجي أشوف أنا طفلي مثلا مش قادر يعمل أي حاجة من دي، أو ما بيحبش يركز في الحاجات دي، أو بيحب يلعب أكتر. فالنقطة دي بتتعبني ساعات، حتى بتخلي الأطفال ساعات يعني نتعصب عليهم أو نتضايق منهم، لأنه ابن واحدة مثلا تانية بيعمل الحاجة دي وهو في نفس السن. فدي ليه يا ابونا برضو مع ان هما الاتنين نفس السن؟ هو الحقيقة في حاجة اسمها فروق فردية من كل واحد، لكن مش معناها إن اللي بدأ يكتب بسرعة احسن. أذكى من اللي ما بيعرفش يكتب بسرعة، لا مش لازم. لكن نقول لهم إيه، نهاية أمر خير من بدايته. يعني ممكن عيل يعني يمسك القلم بسرعة ويكتب بسرعة، لكن ليس معناه إنه أكثر ذكاء. وعلى فكرة عاوز أقول لك إن الطفل الذكي قليل المذاكرة، وتقعديه على الكرسي بالعافية وتمسكيه القلم بالعافية. ليه؟ لأن عقله يعني ممكن يمسك القلم لمدة دقيقتين بالظبط وتلاقيه قام، يا بنقعد يا بنهدى، ده لأن بيبقى عقله أذكى من طبعا المطر. عقله عمال يديله إشارات ويديله أوامر اللي ما يخلوش يقعد في حتة. لكن هاتيله حاجة في كهوة يركبها هيبقى شاطر فيها. صاروخ، ده يبقى أستاذ فيها دي. صح. فعاوز أقول مش بالعبرة إن ابن جارتنا ولا بنت عمه ولا بنت خاله ايوه كتبت قبله معناها إن أذكى منه، لا مش بالشرط. طبعا. فنسيب كل ولد حسب قدراته وحسب إمكانياته، طالما ما أظهرش نوع من التخلف الدراسي مثلا أو التأخر الدراسي ما حصلش، ليه حكمنا عليه بدري كده؟ وخاصة إن سن التعليم طب هل أنا ليا دور في النقطة دي؟ يعني هل الأب والأم ليهم دور إن هم يشجعوا ابنهم إن هو، ولا زي ما قلت لك بتقول يسيبوه خلاص؟ ده مش يسيبوه، إحنا نديله على قدر ما يحتمل أو قدر ما يستقبل، بس ما نضغطش يعني. بس بشرط ما نقعدش جنبه. في مشكلة بيعاني كتير جدا من أمهاتي قد يكونوا اللي شايفيننا دلوقتي، إن عشان يذاكر لازم ماما تقعد جنبه وإلا مش مذاكر، وهياخدها بقى نوع من ما تتشرفانا أهو، ما لو ذاكرت لوحدي ما أنت هتقوم تسيبيني، لا خليك قاعدة جنبي بقى، أنا مش هذاكر وأنت قاعدة جنبي، يربطها جنبه بقى. طب مين اللي قال له اعمل كده؟ فما طلبش. هي علمته كذا. وبعدين ده دايما يحتاج عامل مساعد لا يعتمد على نفسه، عاوز حد دايما هو اللي يبقى عامل مساعد، فمش هذاكر لوحده. صح. طيب في نقطة برضو بنشوفها في السن ده يا بونا، ان انا طبعا ما فيش اي اب وام بيتمنوا لطفلهم ان هو يكون احسن حاجة، وعلى قد ما بيقدروا بيبقوا عايزين يعلموا طفلهم كل حاجة، حتى اللي يمكن في اباء وامهات ما تعلموش حاجات معينة، بيبقوا عايزين يشوفوا اطفالهم عندهم النقطة دي على قد ما يقدروا. بس بنشوف مثلا انه اب وام بيبقوا عايزين طفلهم يكون جسمه رياضي او جسمه او بيتعلم رياضه معينه، فبيضغطوا على الطفل انه يتعلم الرياضه دي، وهي طبعا يعني فور شور انه هي مش ضد مصلحته مثلا ان هو يلعب رياضه معينه او تلعب الطفله رياضه معينه او يتعلم حاجه معينه خارج اطار المدرسه، دي اكيد في مصلحته، بس بيبقى هو مش حاببها، بس الاب والام شايفين ان هو حاجة كويسة ولازم يتعلمها وبيضغطوا عليه يتعلمها، فيعملوا ايه اذا الطفل مش حاببها؟ بس ربنا لما خلق الإنسان خلق كل واحد بإمكانياته والإمكانيات متميزة. يعني في واحد طبيعته يميل للحاجات النظرية أكتر، وواحد يميل للحاجات العملية أكتر. خد بال حضرتك، ما اقدرش أقول إن كل واحد زي التاني، مش كل واحد هيطلع لعيب كورة أو لعيب باسكت. فإحنا نشوف الأول الولد، إحنا نعرض عليه ونحاول نشجعه فيما احنا عاوزينه يدخل فيه. لكن لو لقينا دي مش امكانياته ومش هو حابب الحاجه دي، لكن حاجه حابب اتجاه تاني، ما نضغطش عليه. عشان كده اقول في الكتاب المقدس: ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم او ابنائكم لئلا يفشلوا. ويقول رب ابنك في طريقه، يعني ما قالش في علشان طريق كنتو. طب احنا عاوزين الطريق ده، طب وعنده القدرات والامكانيات اللي تساعده ان يبقى لعيب كره؟ هل عنده القدرات والامكانيات يبقى لعيب باسكت؟ طبعا لا.
فاحنا الاول قبل ما نحكم عليه امشي يمين او امشي شمال او امشي في الاتجاه ده، نشوف ايه القدرات والامكانيات اللي موجوده عند كل طفل. اما المقارنه ان فلان عمل فلازم انا اعمل، طب ما احنا انا كاهن اهو عندي قدرات وامكانيات معينه وما عنديش قدرات وامكانيات تانية. بس بنشوفها مثلا في ناس كتير مثلا وصلوا لمرحله معينه وبيقولوا انه السبب ان انا وصلت للمرحله دي انه ماما كانت بتشجعني، او يعني فضلت ورايا لغايه ما اتعلمت الحاجه دي. فبرضه دي confusing a little bit، يعني بنتلخبط هل يعني افضل اساعد طفلي ولا بس هي الام لقطت امكانياته. اوكي. يعني لقطت امكانياته. زي ما عندكم هنا في امريكا كانت ام مش عارف مين من الرؤساء كانت دايما تقول له سينيور بريزيدنت. من الاول من الاول خالص. فكان هي شايفه ان فيهم يعني نمت فيهم روح الزعامه، ومش الزعامه على الناس، لكن دايما هو هيبقى قائد يبقى كبير. يعني انا فاكر ابن انا كان يحب الطيران مثلا وعنده 4 سنين. فانا لمحت فيه ان هو بيحب الفك والتركيب وخاصه الطيارات. فكل ما هو عازه في هذا المجال من برامج او حاجات عازها انا اعطيتها له، وطلع بعد كده مهندس طيران. خلي بالك في واحد شايف يعني نلمح الكويس اللي ربنا او الموهبه يا اخته العكس ما لهاش في دي. عاوز اقول لكن ده نجح فيما دخل فيه، وواحد تاني ينجح فيما دخل فيه. مش بلا بد ان اتنين متربيين في بيت واحد وجاي من نفس الاب والام ان يكون عندهم نفس الاتجاه. يعني مثلا يكون اب صيدلي وعنده الصيدليه بتاعته، او اب محامي مثلا، يبقى هم يعني بالضغط بقى عاوزين يطلعوا عيالهم محامين. ايوه. او عاوزين يطلعوا اولادهم صيدله. طب ما بحبش الصيدله اصلا، بس في صيدليه في صيدليه يعمل فيها اللي احنا نقفلها. قد يكون ربنا اعطاهم النعمه دي، لكن مش كل واحد اعطى له النعمه دي. فاحنا برضو نشوف امكانياتنا لالا تدخلهم في طريق ما عرفوش يكملوا فيه. طيب ابونا، بيختلف الطفل في مجتمعنا دلوقتي عن طفل زمان بموضوع التكنولوجيا؟ كل مدى يعني التكنولوجيا ساعات حتى ما بنلحقش عليها لان هي بتمشي بسرعه شديده جدا. ما نقدرش كمان دلوقتي نقول انه في طفل من غير تكنولوجيا، لانه في المدارس دلوقتي بقى في نظام الكمبيوتر سيستم وكل الحاجات دي. ف طفلي والتكنولوجيا، اتصرف ازاي في موضوع التكنولوجيا؟ ان انا اجذبه التكنولوجيا كويسة وابعده عن التكنولوجيا اللي هي هتأثر عليه بالسلب. وطبعا نعلمه ان كل الاشياء تحل لي وليست كل الاشياء تناسب. وطالما العيل اتربى من صغره جوه بيت ربنا، هنقول له حبيبي ربنا شايف، ربنا سامع. انت حط قدامك ربنا والحاجة اللي هي تناسبك كابن ربنا اعملها، بما تكون متوازن. متوازن في مذاكرتك، متوازن في تعاملك مع التكنولوجيا، متوازن في علاقتك مع ربنا، متوازن في مذاكرتك. يعني انت انسان عارف بتعمل ايه والوقت بتاعها قد ايه، وينبغي ان نفعل هذه ولا نترك تلك. الانسان الناجح هو الانسان المنظم، الانسان المرتب، يبقى عارف هيلعب امتى، وعارف هيذاكر امتى، وعارف هيصلي امتى، وعارف هيروح يتناول امتى. وكل ده بنزرعه من سن صغير، مش بنستنى لما يبقى في اعدادي عشان نعلمه الكلام ده. لا، نعلمه ان هو صغير، ان كل حاجه لها وقت. اما التكنولوجيا طبعا اللي موجوده حاليا طبعا بلا شك بتفتح مدارك المخ. وطبعا كان احنا زمان لو يعني الجيل اللي هو من في الخمسينات يعني اللي فاتت كان ما عندوش لعب زي دلوقتي، ما كانش في التكنولوجيا الموجوده، كان هو يبتكر. يعني ما كانش حد بيشتري له لعب، لكن كان هو اللي يعمل اللعبه لنفسه. عبقري بجد. كان يبتكر لعب، ما عاوز يلعب ومفيش لعب في البيت، فيعمل ايه؟ كان هو اللي يعمل لنفسه اللعب. دلوقتي اللعبه جايه له جاهزه، هو بيعمل ايه بقى؟ يفكها هو ويركبها. وكانوا زمان يعملوا حاجه غريبه قوي، لما يجيبوا لعبه للطفل من خوفهم عليها ما يلعبوهوش بيها، يخليه يتفرج عليها بس. اتفرجت عليها الاطرا بيجري يا حبيبي، وشاف بيجري ازاي؟ عشان ما تتكسرش. عشان ما تتكسرش. عشان يشيلها فوق الدولاب بقى، عشان خلاص كده شفتها كويس. لا، غير الطفل بتاع اليومين دول بقى، لا بيحتك بنفسه، بيشوف بنفسه، بيلعب بنفسه، بيفك الحاجه، فده بيديله تشغيل العقل طبعا بلا شك. طيب في حاجات بالنسبه يعني في مجال التكنولوجيا ده برضو في
معلش يا بونا في 3 دقايق، انه الطفل بالنسبة له بيشوف كل اللي حواليه في المدرسة، خاصة هنا في يعني في بلاد بره، بيشوف انه كل حاجة بقية الاطفال، لانه معظم المدرسة ما بتبقاش مثلا السكول ما بتبقاش مصريين او مثلا او يعني نفس البيئة اللي احنا تربينا فيها، بيبقوا mostly foreigners اجانب، فبالنسبة له يعني، ف بنشوف ان هو بالنسبه لهم في حاجات كتير احنا بنقوله عليها غلط، مش من اخلاقنا ومش من ديننا، وبيشوفها عادي جدا الناس تانية بتعملها، ممكن قد تكون حاجات مش مؤذيه، يعني مثلا الاغاني بطريقه معينه، او دي برضو نتعامل معاها ازاي؟ هو طبعا لازم احنا بنشكر ربنا ان في كنيسه، يعني مش معقوله انا وبابا وماما هما اللي صح والمجتمع كله غلط، فعشان كده بنربي ابننا جوه مجتمع هو مجتمع الكنيسه، فإذا المجتمع بيرد على مجتمع يبقى هنا الحكاية تبقى سهلة. لكن لما يجي أب وأم لا ما يصحش، لا ما ينفعش، فمش معقولة اتنين صح والمجتمع كله غلط بالظبط. لكن لما يجي مجتمع الكنيسة يقول يعني ينفع أو ما ينفعش. وأنا شفت هنا حقيقة لما جيت في الفترة بتاعت أمريكا ديت في الهالوين بتاعك اللي كان موجود ده، فشفت الكنيسة عملت هنا يوم، ايوه شفت بعد الكنيسه عملت كده، رحت فعلا يوم شفت نفسي عشان اتعلم كل القديسين، فراحوا عملوا كده وسموها كل القديسين، والولاد راحوا جابوا لهم لعب وعاشوا الجو ده مش بره الكنيسه ولكن عملوه جوه الكنيسه، فاصبح مجتمع بيرد على مجتمع باسلوب ولاد ربنا، وعاوزين نقول اولاد الله ظاهرون واولاد العالم ظاهرون. فما في حاجات يعني انا ما بعزلوش عن المجتمع اللي بره، بس في نفس الوقت بحطه المجتمع الكنيسه. انا شفت كنايس هنا عملت حاجه عجبتني برضو، ان هم العيال عاوزين يباتوا بره يوم، خاصة بتوع إعدادي عند أصحابهم، فراحوا خدوهم كل واحد جاب معاه الحاجة بتاعته وراحوا باتوا جوه الكنيسة. احنا فعلا بنعمله هنا في الكنيسة وعملوا عندنا. لهم اليوم يباتوا جوه الكنيسة، هو نفسه يبات بره البيت، بس لما بات بره sleep البيت over. بات في بيت ربنا، ما باتش عند أصحابه، وأكلوهم وشربوهم وفسحوهم. فالمجتمع يرد على مجتمع، لكن ما ينفعش اتنين، ودي بقى الناس المشكلة اللي هم بعدين ولادهم عن الكنيسة، لان هم بيبقوا ساعات منعزلين هم اصلا عن الكنيسه، نزرعهم جوه الكنيسه، فالكنيسه هترد على كل التحديات اللي موجوده خارج الكنيسه. فعلا دي حاجه حلوه خالص يا بونا. انا اول مره اسمعها، انه نحارب مجتمع بمجتمع، او مش هتبقى حرب، هي مش حرب هتبقى يعني هي ياخد ما في المجتمع بتاعنا الكنسي، احنا ولاد ربنا، فياخد اسلوب ولاد ربنا، يتشبع باسلوب ولاد ربنا، يقول كل الاشياء تحل حلو لي وليس ولكن كلها. ليست كل الاشياء توافق. بشكرك جدا يا بونا على حلقة النهاردة. أحبائي المشاهدين، بشكركم جدا على متابعتكم لحلقة النهاردة، نشوفكم في حلقات جاية كتير، وإلى اللقاء.